السلام عليكم، معكم محسن البقال، مسعي في الهلال الاحمر المغربي فرع ميسور. حنا دابا كما كتلاحظوا كنتواجدوا في البوسطه، كنحاولوا ما امكن اننا يعني نديروا واحد الحملات توعويه وتحسيسيه يعني لهذا الوباء الخطير اللي في هذه الاونه الاخيره يعني عرف واحد الانتشار كبير، وكنحاولوا ما امكن اننا ننظموا في نفس الوقت نعقموا يعني الايدي ديال الناس اللي كيجيو مثلا اللي كيستافدوا من الراميط اللي كيتيلوا مثلا في ليكيشي. وكاينين بزاف ديال الفرق كيشتغلوا على مستوى ميسور، كاين فريق عندنا دابا كيشتغل في لي بونك، كل فريق خلينا في يعني في المكان ديالو. هذه من جهه، من جهه اخرى انا كنوجه الرساله ديالي يعني لجميع الساكنه ميسور، ان الحمد لله ان لحد الان عندنا زيرو حاله، ونتمنى انها تبقى يعني بتكاتف الجهود يعني وبالوعي اللي كتحللوا المدينه، نحاولوا ما امكن نبقاو في هذا الزيرو اصابه. ورساله مره اخرى يعني السكينة د ميسور انهم يلتزموا بالبيوت ديالهم وما يخرجوا الا للحاجه، رجاء منكم الناس السكينة د ميسور انهم يحتفظوا، حتى اللي ما خافش على راسه يخاف على وليداته، وحنا في امس الحاجه صراحه يعني لهاد الناس هادو، ما بغيناش نفقدوا شي واحد عزيز علينا، ما بغيناش نفقدوا والدينا، ما بغيناش نفقدوا خوتنا. وكنتمناو من السكينة انها تاخذ الامور بمحمل الجد وانها تلتزم بالبيوت ديالها اقل ما يمكن انها تدير. اللي عنده شي غرض يحاول ما امكن يدخل يخرج يقضي ذاك الغرض ويولي يرجع بالزربه. انا شخصيا والله ما كرهت نمشي نجلس في الدار، ولكن بحكم انني يعني على عاتقي كمسعف ديال الهلال الاحمر ملزم 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 انني نكون في وسط من الجماهير، وانني ننظم وانني نصارع على 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 التوعيه وعلى التحسيس. ومرة أخرى كنوجه الرسالة ديالي للساكنة د ميسور أنها تلتزم بالبيوت ديالها. وباش ما يفوتنيش أنني نشكر يعني جميع المؤسسات، سواء السلطة المحلية، سواء الأمن الوطني، سواء القوات المساعدة، كاع الناس اللي ساهرين على الحماية ديال هذا الوطن، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. وتحياتي لك سي محمد بن الحاج، شكرا. السلام عليكم. كنطلبوا من المواطنين الكرام يلتزموا بالبيوت ديالهم حفاظا على سلامتهم وسلامه جميع المواطنين. وكنشكروا الهلال الاحمر وجميع الفاعلين اللي كيقوموا بالتوعيه ديال المواطنين. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا كنشكركم على المجهودات ديالكم، وكنشكر السلطات المحليه ورجال الدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعده والقوات المسلحه على المجهودات المبذوله، وتحيه لهم، وتحيه خاصه للناس اللي جالسه في ديورها وملتزمه بقوانين الحجر. ونتمنى من الله الاقليم ديالنا يبقى ديما هكا، الحمد لله ما تسجلت حتى حاله. كنتمنى من ربي يتسامى الامور هكا، والله يرفع علينا هذا البلاء والله يحد الباس. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا الناس اللي كيسهروا على هذه القناه بدون ذكر الاسامي. ثانيا كنشكروا السلطات المحليه وجميع الناس اللي كيسهروا على الحجر الصحي، وما نساوش فيها المجتمع الناس المجتمع المدني والناس الهلال الاحمر المغربي، مشكورين. وكنتمناو ان هذا الوباء ان شاء الله يترفع عما قريب. وبهذه المناسبه كنطلبوا من الناس يزيدوا يلتزموا بالبيوت ديالهم، لان الامور غادي في واحد التطور اللي هو خطير ويمكن يمس بينا كمواطنين، ويمكن حنا اللي كنخرجوا وكنمشيو للعمل ديالنا مضطرين ننقلوا العدوى ما بين بعضياتنا ولا العائلات ديالنا. لهذا كنطلبوا من الناس، حتى الناس اللي كيخرجوا مضطرين للعمل ديالهم ولا القضاء بعض الامور اللي هي كتكون الزاميه، يلتزموا بالتباعد الاجتماعي في داخل البيوت ديالهم وخارج البيوت ديالهم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس ديال ميسور، الناس ديال اقليم بولمان، الله يرحمكم الوالدين، الله يجزكم بخير، التزموا بهذا الحجر الصحي، سلام على المواطنين وعلى وليداتكم. وكنشكروا الناس اللي قايمه بالواجب، كنشكروا القوات المساعده ورجال الدرك الملكي ورجال الامن الوطني، وكنشكروا الناس كاع اللي قايمه واللي سهره على هذا الشيء، والله يرحمكم الوالدين، الله يجزيكم بخير. التزموا في ديوركم، هذا الشيء راه ما فيهش اللعب، وانتم كتشوفوا، الله يجزيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين، والتزموا القوانين ديال الحجر الصحي. وكنشكروا رجال ديال الصحه، كنشكرهم كاملين، وكنشكروا جميع السلطات المحليه وكاع الناس اللي قايمه بالواجب، والله يرحم لهم الوالدين، والله يجزيهم بخير. وكنشكروا سعاده القائد
وسعادة القايدة والسيد الباشا والسيد العامل والناس ديال إقليم بولمان، وشكرا، الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.